بمناسبة الذكرى 65 لعيد قوات الأمن الداخلي، يتولى السيد رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية التفضل بتعليق إشارات الرتب وتوسيم ثلث من إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي. والكلمة الآن إلى السيد رئيس الحكومة المكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدة وزيرة العدل، السيد مدير العام الأمن الوطني، السيد المدير العام لأمن الحرس الوطني، السيد رئيس الهيئة العامة للسجون والإصلاح، السيد المدير العام للديوان الوطني للحماية المدنية، السيدات والسادة المديرون العامون والإطارات السامية لوزارتي الداخلية والعدل، الحضور الكريم. يسعدني أن أرحب بكم جميعا في هذا الموكب البهيج الذي ينتظم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 65 لعيد قوات الأمن الداخلي، واستهل هذه الكلمة لتهنئة كافة إطارات وأعوان قوات الأمن الداخلي من الأمن الوطني والحرس الوطني والحماية المدنية والسجون والإصلاح لهذا العيد، وأتوجه إليهم بأسمى عبارات الشكر والتقدير لتفانيهم في أداء واجباتهم لدعم أمن بلادنا واستقرارها وخدمة المواطنين والمساهمة في ترسيخ مقومات الدولة الديمقراطية. وأستحضر بهذه المناسبة مآثر شهداء المؤسسة الأمنية الأبرار في الحرب على الإرهاب، منحنياً إجلالاً وإكباراً لتضحياتهم وفدائهم بالروح من أجل الوطن، ومجدداً تأكيد حرصنا الدؤوب على إحاطة أفراد عائلاتهم بكل أسباب الرعاية والعناية. كما أحيي أبطال قوات الأمن الداخلي الذين أصيبوا أثناء مباشرتهم لتدخلاتهم، متمنياً لهم دوام الصحة والسلامة. السيدات والسادة، نحيي اليوم هذه الذكرى الوطنية في ظل ظروف استثنائية على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وخاصة على مستوى الوضع الصحي بالبلاد، حيث لا تزال جائحة كورونا تواصل انتشارها بشكل متسارع في مختلف أنحاء البلاد. ونحن نعول خلال هذه الفترة على وعي الجميع بضرورة الالتزام بكافة التدابير الوقائية واحترام الإجراءات التي تم إقرارها لكسر حلقات العدوى والحد من انتشار الفيروس. ولا يسعني هنا إلا أن أثمن مساهمة قوات الأمن الداخلي في دعم الجهود الوطنية لمعالجة هذه الوضعية الوبائية والتخفيف من وطأتها. وبهذه المناسبة نعلن أنه سيتم الشروع في إجراء التلقيح لفائدة منتسبي وزارة الداخلية من أعوان قوات الأمن الداخلي في غضون الأيام القليلة القادمة. السيدات والسادة، لا يسعني في هذه الذكرى إلا أن أشيد بالنجاحات الأمنية المحققة في مختلف محاور العمل الأمني، سواء في مجال مواجهة المخاطر والتهديدات الإرهابية أو في مجال التوقي من الجريمة ومكافحتها وحفظ الأمن والنظام العامين وحماية الحدود البرية والبحرية وتأمين السلامة المرورية، علاوة على جهود وحدات الحماية المدنية في مجال النجدة والإسعاف والإنقاذ. كما أشكر الوحدات الأمنية التي أصبحت بفضل ما اكتسبته من تجربة وحرفية تساهم في حسن تأمين ممارسة المواطن لحقوقه وحرياته، ولا سيما في التعمير والتظاهر السلمي، وهي بذلك تكرس لعقيدة الأمن الجمهوري الذي يخدم الشعب ويدعم الديمقراطية في كنف احترام القانون وفي إطار القيادة التام. وأدعو بهذه المناسبة إطارات وأعوان جميع الوحدات في مختلف الاختصاصات إلى مضاعفة الجهود ومزيد البذل والعطاء والإسهام في الذود عن حرمة هذا الوطن العزيز والمحافظة على مكتسباته. وإني أجدد التأكيد على أن وزارة الداخلية تعمل باستمرار على دعم جاهزية مختلف الوحدات عبر مواصلة تطوير مناهج وبرامج التكوين والتدريب واعتماد أساليب ووسائل العمل الأمني العصري،
كما نؤكد العمل الدؤوب لمزيد تحسين الأوضاع الاجتماعية والمادية للمنتسبين لقوات الأمن الداخلي في كنف التنسيق والتشاور بين مختلف الهياكل المعنية الإدارية منها والنقابية. الحضور الكريم، أجدد التهنئة لكل أفراد قوات الأمن الداخلي في عيدهم 65، معرباً عن تمنياتي لهم جميعاً بالصحة والتوفيق والنجاح لما فيه دوام مناعة تونس وتقدمها وازدهارها. والسلام عليكم ورحمة الله.